المحررة كانت تشهد انقسام، ربما انقسامين، الانقسام الأول فيما يخص المكونات السياسية كانت حاضرة، كان هناك حكومة شرعية، كان هناك مجلس انتقالي، كانت هناك مقاومة وطنية، وكانت هناك أيضا أطراف ربما خارج اللعبة بشكل مشتت. أيضا على الجانب العسكري هناك قوات أمنية وعسكرية لكل الأطراف. التحالف مع القيادة الوطنية الحالية أنجز المهمة الأولى، وهي مهمة توحيد الصف السياسي، ونتيجة عن ذلك المجلس الرئاسي الذي نراه اليوم واقعا. خطوة ثانية لذهاب للتسوية السياسية في اليمن لن تتم إلا بوجود قوات أمنية وعسكرية موحدة لكافة الأطراف في المحافظات المحررة. هكذا يبدو واقعا، أو ربما شكليا ما سيحدث خلال الفترة القادمة، أن هذه القوات تتوحد فيما بينها ضمن إطار أمني وعسكري، خصوصا أن اتفاق الرياض نص على ذلك، خصوصا أن اتفاق أو ربما إعلان الإعلان الدستوري لتشكيل مجلس الرئاسة أيضا نص على ذلك. وثالثا وهو الأهم، أنه أساسا أن تذهب إلى تسوية سياسية تنهي الحرب في اليمن وأنت لديك ربما عشرات القوات المختلفة والمتعددة والمتناقضة فيما بينها. التسوية السياسية في اليمن وخطاها واضحة، ويبدو أنها تسير قدما بشكل أسرع خلال الفترة الماضية وخلال الفترة القادمة. كل مؤشرات تؤكد أن هذه القوات الموجودة في المحافظة المحررة يجب أن تتحد بشكل أو بآخر، لكن أعتقد أن العملية تتواجه الكثير من المصاعب والكثير من الإشكاليات والكثير من الرفض من قبل بعض الأطراف. هناك مخاوف، هناك توجس، هناك مشاريع لطرف أو لآخر، لكن عامة الحرب لن تنتهي، أو ربما اتفاق السلام لن يبرم في مواجهة قوى عسكرية متعددة. الخطوات على الأرض هي تصب في هذه الجزئية التي ربما تنجح وربما تفشل.